ملف مطاردة واعتقال الناشطين في محافظة البصرة لم يتوقف منذ تظاهرات تشرين ولغاية اللحظة. الأجهزة الأمنية اعتقلت الأستاذ الجامعي في مادة علم الكيمياء الدكتور أحمد يحيى بعد إقامة دعوى قضائية ضده من قبل إحدى الشخصيات الأمنية الرفيعة بالمحافظة بعد انتقاده الواقع الأمني والسياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي. عشرات الدعاوى الكيدية بحق النشطاء وبحق المواطنين الذين ينتقدون الواقع المرير في البصرة على مستوى التمثيل السياسي وعلى مستوى الواقع الاقتصادي وعلى مستوى الانهيار على يعني الجانب الأمني وانتشار المخدرات. لحد الأمس تم اعتقال الدكتور أحمد يحيى بتهمة كيدية من قبل قيادة شرطة البصرة. ناشطون تحدثوا عن غياب حرية التعبير عن الرأي في ظل سيطرة بعض الجهات السياسية والمتنفذين بمختلف مفاصل الدولة، كما طالبوا بمحاسبة من سمح بالتقاط الصورة ونشرها على مواقع التواصل التي تخالف الضوابط والتعليمات الأمنية. كلا لتكميم الأفواه، وين صارت كلا لتكميم الأفواه وعدموا الحرية بالبصرة بخصوص البصرة؟ احنا اليوم من البصرة، وهذه هاي الوقفة يعني او المطالبة اللي احنا نطالب بها. اكو دكتور جامعي تدريسي الان هو متوقف بمركز المعقل او جرائم المعقل، ما فكرتوا بتشهير اسم امه او اسمه وصورته وخليتوه كأنما مجرم؟ المطالبات تتصاعد بضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي وعدم التجاوز على الرموز العلمية وإهانتها من خلال الاعتقال أو التخويف، وبذل جهود أكبر من الأجهزة الأمنية في سبيل القبض على مافيات الفساد الكبيرة. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.